ردود فعل مختلفه عبر عنها الشارع المصري على اثر تاييد محكمه النقد حكما بسجن الرئيس حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات فيما يعرف بقضيه القصور الرئاسيه الحكم الصادر في حق الرئيس الاسبق ونجليه ايده بعض الخبراء لانه سيحرمهم من الحقوق السياسيه ومن شغل الوظائف العامه او الجهاز الاداري وهو ما يتماشى مع المطالب التي عبر عنها الشارع المصري في ثوره الخامس والعشرين من يناير اهميته تاتي على خلفيه انه يعطي الفرصه للجنه استرداد الاموال لملاحقه ارصدة الرئيس المخلوع واولاده في الخارج في بنوك سويسرا واوروبا لاسترداد الاموال لصالح الشعب المصري. دي الاهميه في فضلا عن انه بينزع عنه الحق في ممارسه العمل السياسي من جهه اخرى تقول بعض الاراء ان الاحكام الصادره في حق مبارك ونجليه واتباعه قد لا تكون مجديه مع انها تعد المره الاولى التي يدان فيها مبارك الذي حصل على البراءه في جميع القضايا الاخرى غير مجديه اه غير مجديه لان صدور الاحكام مش هينفذ عليه لأنهم قعدوا في فتره حبس احتياطي اكتر من اربع سنين ودليل حكم زي بتاع امبارح مش هيتنفذ عليهم سياده هل نستفيد ان احنا على الشعب نفسه يستفيد الفقراء؟ تتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصة القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب يملكها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بإدانة مبارك ونجليه في التاسع من مايو الماضي في ختام إعادة محاكمتهم حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم، وتغريمهم بدفع مبلغ يقدر بأزيد من 125 مليون جنيه مصري، وكذلك إلزامهم بإرجاع مبلغ يقدر بحوالي 22 مليون جنيه.